البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل حضراتكم. من أول ما بنخلف ولادنا وإحنا بنبقى مهمومين بتعليمهم وتعودهم على أساسيات في الحياة، الأمور اللي مش هتمشي الحياة ولا هتستقيم من غيرها، من أول بقى تعليم المشي مرورا بأننا لازم نعلمهم يدخلوا الحمام لوحدهم، لازم يتعلموا يأكلوا لوحدهم، بعد كده يدخلوا الحضانة هننشغل بقى باللعبة الرياضية اللي لازم نشترك لهم فيها ونواظب على حضور التمارين، وممكن نصحى بدري في عز البرد أو نجري بعد المدرسة على النادي ونبقى محضرين الغدا في علب علشان التمرين ما يفوتهمش. بعد كده بيبقى شغلنا الشاغل هي المذاكرة اللي بتبقى الغاية والوسيلة في نفس الوقت، عشان الدنيا تمشي لازم يذاكروا، وندور بأقصى جهدنا على طرق تخليهم يتشطروا في الدراسة، ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان يواظبوا على المدرسة والدروس والتمارين، وبرضه ينولوا من الفسح جانب، وممكن نحرم نفسنا عشان نفسحهم ونبسطهم ونبقى كده عملنا اللي علينا وزيادة. إنما في عز كل ده وفي وسط يوم حافل بالنشاطات والتحركات، أهم حاجة إحنا اتخلقنا عشانها ممكن ما تاخدش نصيب من الاهتمام للأسف. إحنا اتخلقنا عشان نعبد ربنا ونصلي. كل اللي بنعمله في الدنيا ده كوم، بس الصلاة اللي ممكن نيجي عليها عشان تمرين أو درس أو امتحان هي الحقيقة أهم من كل اللي بنكومه فوق عيالنا ده. كذا مرة نحكي مع شيوخ أفاضل عن إزاي أعود ولادي على الصلاة، لكن المرة دي إحنا عاوزين نسأل ماما من الأمهات اللي شايلة على عاتقها كوم الدراسة والتمارين والتربية، وفي نفس الوقت هي بتعمل كورس عن أهمية الصلاة بيربط الصلاة بالدنيا عن طريق 50 رابط، وعندها أسلوب مختلف في تعويد وإقناع الولاد والكبار للصلاة. نهى زهرة الباحثة في العلوم الإنسانية، أهلا بيك يا نهى، منورة. أهلا بيك يا دعاء. أنا الأول جاتلك إزاي فكرة أن أنت تعودي يعني تعملي الكروت دي، كروت رائعة عاملة 50 كارت، كل كارت فيه حاجة ليها علاقة بالصلاة أو ليها فايدة من فوائد الصلاة، جات لك الفكرة دي إزاي؟ هي الفكرة إن أنا طول عمري بشتغل في التعليم، فلو يعني تكملة لكلامك إن هو الولاد لما بتبقى بتدرس إنجلش وبتتعلم إنجلش وبيمارسوه، فبيحصل إيه؟ بيكلموا إنجلش، بيدرسوا أي حاجة، مات أي حاجة، طالما درستها، طالما في منهج ودرستها ودرستها بشكل صحيح، ان انا لعبت وعملت وكده في المدرسه، فبتلاقيه اكتسبها وتعود عليها وبيمارسها. ايوه. طيب جات لي نفس الموضوع عشان انا اشتغلت في مدارس وفي التعليم وكده، فكنت دايما بشوف ان الحل الصلاه بتركيز هو هيوصلنا لحاجات كتيره قوي من الامهات بتعاني منها مع اولادها في التربيه. فبدأت أخاطب العقل، طالما هو تعليم وطالما هو حاجة بتدخل الدماغ، إذن فعايزين نلاقي منهج لده أو عايزين نلاقي مادة علمية. فجمعت 50 فايدة للصلاة. 50 فايدة بتخاطب 4 محاور كل أم دلوقتي بتدور عليهم، بتدور على الصحة النفسية لولادهم، فتوديهم كورسات ومش عارفة إيه ولنفسها، أو تعاملهم بشكل كويس في التربية فبتحضر كورسات للتربية الإيجابية وتربي بشكل مختلف. فده المحور الثاني. التنمية الذاتية، دلوقتي كل أم بقت تحب تتفرج على برنامج زي ده أو تحضر محاضرة أو تقرأ كتاب علشان تنمي نفسها فتكون قدوة حسنة لأولادها. فده المحور الثالث. والمحور الرابع الصحة الجسدية، عشان كده بنودي تمارين وي وي وي. صحيح. فقسمت 50 فايدة على ال4 محاور دول عشان أنا كأم نفسي أقتنع، أو أي أم تقتنع، أن أنا إيه أحس أن في استفادة سريعة، لأن إحنا نفسيا بندور على الاستفادة السريعة، اللي هو لما أعمل حاجة أخد فايدتها دلوقتي. العقل بيفكر كده. فلما بخاطب العقل فأنا كده إيه بسهل على نفسي أكتر موضوع الصلاة. فخطبت الام ب4 محاور دول وعملنا كروت. الكروت دي انا اللي عملتها وجمعتها بالشكل ده وبوديها المطبعه تطبعها لي يعني، وبنبدا نلعب بيها. ففي المحاضره بنقعد نلعب انا والامهات، وحاطه لهم في الكروت كمان اللعب، طريقه اللعب.
اديني طريقه اللعب. ايه طريقه اللعب؟ طريقه اللعب مثلا احد اللعب ان احنا هنمسك الكروت بتاعه الصلاه والصحه الجسديه وهنحكي حكايه. هنقول كان في ولد عنده مثلا 11 سنه او ايا كان، والولد ده فجاه راح يعمل تحاليل وبتاع، لقى التحاليل ملخبطه والدنيا بايظه، ولقى ان هو لازم يعمل عمليه، ولقى ان في كذا حاجه مش مظبوطه. تفتكروا ليه؟ كل حد فينا هيمسك كارت من الكروت دي وهنبدا هعمل ان انا الولد اللي عنده اللخبطه الجامده دي في جسمه، وهتبتدوا تاخدوا كل كارت من الكروت دي وتسالوه كانه سؤال. يعني مثلا احد الكروت مثلا بيقول ايه؟ الصلاه بتؤدي الى اقل افراز لحمض اللاكتيك اللي هو مرهق للدوره الدمويه. فهل هو مثلا بيصلي علشان الصلاه بتقلل، كان انا بسال بقى في اللعب، هو بيصلي اصل الصلاه بتقلل افراز الحمض ده، فعلى اساسه الدوره الدمويه هتبقى ماشيه بشكل افضل. هل هو بيعمل ده؟ فلو انا الولد ده هقول له ايه؟ لا مش بعمل ده. يعني ده ممكن يكون سبب؟ اه ممكن يكون سبب. انت عارفه ان انت في الرقعه الواحده، هسال انا سؤال في الرقعه الواحده، بتخفضي راسك وترفعيها حوالي 6 مرات. طيب ولو انت بتصلي الفروض مع السنن بتخفضي راسك وترفعيها 206 16 مره في الشهر، 6400 مره، وده كافي جدا اكوردنج للدكاتره ان هو للوقايه من جلطات المخ في المستقبل. فده حلو للام وحلو للطفل. فبرضه بسال انت، هو ممكن يكون متضايق من حاجه؟ فالصلاه بتخلي السجود، في السجود بيمتص الطاقه السلبيه، ده علماء الطاقه بيقولوا كده ان السجود بيخلي كل الطاقه السلبيه اللي في الجسم تمتص. هل هو بيصلي وبيسجد كتير علشان كده مثلا لو في حاجه مضايقاه تروح مع السجود؟ هتبقى دي كانها لعبه. فخلاص خلصنا، فطب الحل ايه؟ هنبدا نساله الحل ايه، فيبقى هو اكتشف لوحده الحل وياخد قرار ان هو ممكن ايه لو التزم اكتر في الصلاه. فيبقى احنا نلاقي الحل للولد ده، يعني ان هو لو التزم اكتر في الصلاه هيبقى كذا. دي احد اللعب اللي انا ممكن العبها مع اولادي. فانا كده ببقى عملت ايه؟ عديت عليهم المادة العلمية. هو استخدم الحواس كلها في انه لعب وشاف واتكلم وهزر، ودخل المادة العلمية، عداها على عقله بفوائد كمان، مش بأي حاجة، مش مادة علمية وخلاص، لا ده انت في فايدة لكل حاجة في جسمك. فغصب عنه بيسهل عليه تأدية الصلاة بعدين، لأن هي خلاص المادة العلمية عدت على طيب. عقله، فبيشتغل بيها بسهولة. بتعملي إيه في تنظيم الوقت؟ وفكرة إنه الدنيا لهوجة والأمهات بتنزل وتطلع من المدرسة على التمرين على المش عارفة إيه، على البيت على المطبخ على الكذا، بتعملي إيه في إنه دي لازم حاجة أساسية من ضمن الحاجات الأساسية اللي لازم يبقى لها معاد ووقت لازم يعمله؟ من ضمن الحاجات اللي هي موجوده برضو هنا في الكروت الصلاه والتنميه الذاتيه، فمن خلالها من ضمن الفوائد اللي فيها ان احنا نربط المواعيد بالصلاه. يعني مثلا هنتغدى بعد العصر، هنصلي المغرب ونروح التمرين، ميعاد التمرين نحاول نظبطه علشان ما يبقاش يتعارض مع الصلاه. طب لو هيتعارض مع الصلاه هنعمل ايه؟ يعني كأن أنا كأم في كل كلامي بربط، وده موجود هنا في الكروت بيديها الأفكار دي، إن أنا بربط كل حاجة بإن إيه. طب هو لو في وقت المغرب هنصلي المغرب إمتى؟ فهو يقول لها، يلاقي لها الحل ابنها، يعني اللي هو أول ما خلص التمرين على طول، يا مامي هتوضى مثلا ونصلي في النادي، فهاتي حاجة معاكي تناسب ده. فكلامي أنا كأم إن إحنا هنصلي العشاء وننزل، هنصلي المغرب ونطلع، فلازم تتمرر مع كل حاجة بنعملها في يوميا. فده بيخلي الولاد إيه؟ ان الصلاة دي حاجة من ضمن لان احنا لما طالما التمرين حاجة من ضمن الروتين. فلما انا بربط موضوع الصلاة فلا ارادي ليا ولي بتلاقيه زي الغدا، زي الغدا هنتغدى بعد الغدا. فلو قلتي لو مثلا ما اتغدناش هتلاقيه يقول لك الغدا فين، حتى ايفن لو مش جنب، بس هو خلاص عشان بنعملها كل يوم. فعقلي بيدخل في الاوتوماتيك مود. الاوتوماتيك مود ده اللي هو بيبقى العقل شغال اوتو بايلوت. وقت الصلاه بصلي، وقت الصلاه بروح اصلي. فده بيبقى في التربيه او في التنميه الذاتيه، ان انا دايما بربط للولاد بربط ده. المواعيد بتاعه حياتي بالصلاه. ومن ناحيه تانية بتساهم في احنا ككبار بنعملها، انما هم صغيرين ممكن تكون غلط من الامهات ان هم مش حاطينها
في السكادجول اليوم، في السكادجول اليوم، انه بعد الصلاه اعمل، هو ممكن يقول له اتغدى وذاكر، صح، نام شويه و... الغدا امتى يا مامي؟ على ما تصلي العصر هكون، هيكون موجود على السفره. انت صليت، انا صليت العصر خلاص، على ما انت تصلي هكون. فانا دايما بربط بعيدا عن فكره قوم صلي وانت صليت العصر ولا ما صليتش. فانا ايه، كان انا كده، وده التوجيه الغلط اللي بيتوجه من الامهات من غير ما ياخدوا بالهم. ان انا حاسس ان انت بتعسفيني بالصلاه، او ان انت بتديهالي باوردر، وبيبقى ملامح وشك وتون صوتك كله انت صليت، اللي هو يعني ايه، في تعسيف ليا، مرتبط ارتباط شرطي بالتعسيف. فبتعدي على عقلي بقى ازاي ان هي حاجه مش يعني تقيله، فحتى لو عملها بيعملها كرواتة وبتبقى حاجة تقيلة على قلبه. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخليهم كمان ينظموا وقتهم. يعني ماما انا هذاكر امتى؟ خلاص انت مثلا ممكن تنام من المغرب للعشاء. طب انت في رأيك، ودي ده سؤال سريعا قبل الفاصل، ليه الموضوع تقيل؟ ليه الموضوع تقيل لتوجيه؟ مع انه خفيف يعني. عارفه لما بنروح الجيم مره وبعدين ننزل فحت في نفسنا اول يوم، فيرتبط عندنا الجيم بالالم، نفس الموضوع. احنا توجيهنا للصلاه وتعاملاتنا على الصلاه، حتى لما بنقول صلي عشان انت النار وهتدخل النار ومش عارفه ايه، فده اللي مخلي الولاد مربوط عندهم ان هو حاجه تقيله. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا الشيق جدا، ازاي نعود ولادنا على الصلاه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا هاله، اتفضلي. حضرتك كنت بتتكلمي على اللي هم الاطفال اللي سن صغير. طب احنا دلوقتي من واحنا علمنا اولادنا من هم صغيرين، من 6 سنين وانا علمتهم على الصلاه وكل حاجه، اول ما بداوا يكبروا سابوا الصلاه. يعني الابن الكبير خلاص ما بقاش يرضى يصلي، ما بقاش يرضى يسمع الكلام. عنده كام سنه؟ 17 سنه. فدلوقتي سايب، مش عايز يرجع يصلي، سايب كل حاجه. يعني كل اللي انا علمته له من هو صغير خلاص سابه خالص، ويعني مش بقى بالعكس، كل اللي انا علمته له مش عليه، موظف المذاكره، موظف الصلاه، موظف كل حاجه، خلاص كل ده اتساب. فنعمل معاهم ايه بقى السن ده؟ سن المراهقه المتعب ده. بابا موجود؟ لا، متوفي. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. طيب عنده خال، عنده عم، عنده؟ لا، مش هقدر اعتمد على اي حد خالص. وعنده اخوات؟ اخواته ملتزمين شويه، هم برغم مشغولين في دراستهم، لكن بنات ما هم ملتزمين يعني. حتى لو فاتهم صلاه بيرجعوا يصلوه، صحيح بقول لهم صليتوا كذا ما صليتوش كذا، لكن طبعا عشان المدارس والحاجه بتشغلهم، لكن بقول لهم. لكن هو مش عايز يسمع الكلام خالص، ساعات لوحده يقول هنزل اصلي الفجر، وساعات يقعد بالسنه بحالها ما يصليش. يعني هو مش مواظب. رمضان طبعا ساعات بيفطر، ساعات ما بيصليش، ساعات يعني في حاجات كتير متسابه يعني. فمش عارفه اعمل معاه ايه. طيب شكرا ليكي يا مدام هاله. اخد مي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا، ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا مي، ازيك يا حبيبتي؟ انا بحب حضرتك جدا والله، وبحب اتفرج على برنامج حضرتك قوي. الله يكرمك يا مي، اتفضلي. الله يخليكي، ربنا يخليكي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دكتوره، انا عندي دلوقتي ولادي سن 10 و11 سنه. تمام. وزي اي ام طبعا نفسي جدا ولادي يلتزموا بالصلاه. وبيقرقني جدا ان انا يعني اشوفهم يعني وصلوا للسن دوت ولسه لحد دلوقتي مش ملتزمين في الصلاه. وبستعمل بقى اللي هي الطرق التقليديه بقى اللي احنا يعني كلنا اتربينا عليها، اللي هو لا لو ما صليتش ربنا هيزعل منك، وربنا مش هيوفقك، ومش هجيب درجات حلوه، اللي هو الاسلوب ده. بس انا حاسه ان الاسلوب ده فعلا اسلوب يعني مناسب، يعني شويه ادم بقى شويه يعني. حاسه ان محتاجين مع الجيل ده بالذات في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، عايزين بقى طرق جديده. فعجباني قوي بقى فكره حضرتك بتاعت الكروت دي. تناسب بقى السن بتاع ولادي دوت، ال 10 11 سنه؟ 10 11 سنه طبعا. هو طيب. مين؟ شكرا ليك يا مي، وسؤالك ان جدا، لانه ده السن اللي هو بدايه التمرد، وبدايه انه يعني هاله بتقول هي كانت معلمه وماشيه وزي الفل، وبعد كده الموضوع بيفرط من ايديها. هو التمرد على ايه بقى؟ التمرد على كل المفروض. فهي برضو بتبقى المشكله واحنا صغيرين او الاولاد وهم صغيرين، بنفرض عليهم خش صلي، صليت، عملت اوردرز. فبيجي يكبر بيتمرد، فبيتمرد على كل ما هو اتفرض عليه بالغصب، او اتفرض عليه ان هو ده الصح ولازم تعمله من غير اقناع، من غير ما يعدي على عقله، من غير ما يمر كده على المحاور الاساسيه في جسمه. فعلى اساسه بيتمرد، ومش هصلي، وهتعملي ايه بقى؟
فبتبقى فعلا بتبقى الام مش عارفه تعمل ايه. نصيحه للابن اللي عنده 17 سنه وهو رافض حتى مش بس الصلاه، اي اتجاه مامته ماشيه فيه هو بيمشي عكسه. هو بيبقى في وقت ما كده لما بتكلم مع امي في العادي بعيد ما تذكري موضوع الصلاه، بستخدم الحاجات اللي في الكروت الخمسين فايده، وليكن مش عارف ليه مثلا ركبتي وجعاني، ظهري وجعني من التمرين، اقول له طب ما تصلي لك كده ركعتين الضحى، تعرف دي بتبقى صدقه عن ال 360 مفصل اللي في الجسم، صلي كده بنيه ان ربنا يعني ايه كده يفك الالم اللي في جسمك ده او حاجه. فانا كان الحل اللي بديهوله في اي حاجه ليه علاقه بالصلاه من غير ما اقول له ولا اجيب له سيره الصلاه في حاجه. ما هو عشان ما بتصليش جسمك مكسر عشان انت ما بتصليش. فهي في السن الكبير حلو ان انا بربط كل حاجه ريليتد بالصلاه، وطبعا يبقوا شايفين ان انا بصلي، لان ممكن يبقى الاولاد بتصلي بس مثلا لو الاب مش ملتزم في الصلاه او الام مش ملتزمه في الصلاه يسيبوا الصلاه خالص. فهي لما بكون انا قدوه لاولادي في موضوع الصلاه والالتزام بالصلاه، وبقولها كمان ايه يعني بحكي عنها حكايات، يعني الولاد دايما بتبقى قاعده تتفرج علينا واحنا بنحكي، اقول والله ما في اكتر فتره، وبحكي بقلب يعني بجد، اكتر فتره كان ربنا رزقني فيها ومبارك في صحتي وفي ولادي والدنيا كانت ماشيه زي الفل، اللي انا كنت ملتزمه فيها بالصلاه بشكل يومي. فكده يبقى هم سامعين ان انا دايما الحل في الصلاه، الملجا في الصلاه، تنظيم الوقت بسبب الصلاه. فده بيخليهم خلاص انا اوتوماتيكلي في ارتباط شرطي بين السلاسه والصلاه. بالظبط. لو هو حتى بعد 17 سنه وربنا مضايق عليا ما هو في الرزق وربنا مضايق عليا فاحد برضو موجوده في ال 50 بنفيت ان انت طب ما تصلي كده وتقعد تسبح ربنا، انت عارف تسبيح ربنا والذكر اللي بعد الصلاه ده هو يعني ربنا يبارك في رزقك ويرزقك من واسع، بس انت قوم صلي لك ركعتين كده بالنيه دي. طب هل لو سمع الكلام ده ودخله من ودنه وخرجه من الودن التاني، هل انت ما عليكي غير انك البلاغ وخلاص؟ مرة انا كده عقليا بعمل ايه؟ بربط بمصلحته مش بمصلحتي انا. يعني لما يجي يشتكي لي من قله الفلوس، لما يجي يشتكي لي من تعب في الجسم، فبربط دايما من ان انا وقتي مش متنظم، ان انا في التمرين اتمزقت ومش عارفه ايه، بربط دايما ان الحل في الصلاه، الحل في الصلاه، وشايفني ان انا بطبق. وده بالنسبه للسن الكبير. بالنسبه للسن الصغير اللي هي اللي كانت بتسال عليه مي، اللعب 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 اللعب، الكروت دايما معانا. ففي لعب انا حاطه كذا كارت فيه شرح للعب بالعربي، في مثلا لعبه ثانيه اللي هو دور الممثل، هنوزع الكروت وكل حد هنقسم مثلا فريقين او انا وهو، انا فريق وهو فريق، ومعايا الكارت هبتدي امثل لك حاجه وانتي المفروض تتخيلي ايه اللي مكتوب في الكارت. وليكن مثلا الكارت اللي معايا الفايده اللي معايا ان الصلاه بتساعد على تنظيم الوقت. ببتدي مثلا اعمل لك شكل زي لعبه الافلام. ايوه. اشاور لك على الساعه فتقولي ايه الصلاه، انا طبعا بتكلم عن فايده للصلاه. او ان انا مثلا اسجد، فبعد تفضلي تتوقعي، وانا اقول لك ان السجود بيعمل كذا. فكل ده احنا بنعمل ايه؟ معلومات بتعدي على العقل. فبتخليني لا ارادي بصلي بسهوله. ام كريم. ايوه. اهلا بحضرتك. الحمد لله تمام. من فضلك يا دعاء انا عندي مشكله خاصه لو سمحتي، وعايزه تليفونك انت عشان توصليني اللي يحل لي المشكله ديت. ممكن اسيب لك تليفوني او اخد تليفونك؟ طيب خدوا بعد اذنك يا مها، خدي تليفون ام كريم وانا هكلمك ان شاء الله. حاضر. طيب طول الوقت طول الوقت بتتكلمي على الموضوع وبتمرريه طول الوقت طول الوقت. فهي الكروت بتديكي الافكار دي ان انت تتكلمي عليها في اي طريقه، هي دي الحاجات اللي الكروت دي موجوده فين يا هي؟ لو هو انا اللي عاملاها، يعني انا جمعت ال50 فايده، وفي طبعا فوائد كتيره جدا، في حاجات من الايات من الاحاديث، حاجات على لسان دكاتره قالوها بره مصر وجوه مصر وكل الكلام، وجمعت 50 وحطيتهم كده بتثبيته معينه كده على وورد دوكيمنت، وبعتها لمطبعه بيطبعها لي في نفس اليوم او تاني يوم على الورق بقى بالسمك اللي انا عايزاه. لو اي حد عايز الكروت دي انا ممكن يبعت لي الايميل على البيج بتاعتي ابعتها له زي ما هي كده. صفحتك اسمها نهى زهره بالعربي؟ نهى زهره بالانجلش. نهى زهره بالانجلش، وطبعا صورتها هتبقى زي القمر كده على الصوره، بس انت بتصوري نفسك صور وانت بتزعقي وانت مش عارفه بتعملي ايه وانت بقول ليه نهى انت الطف شق تمثيلي كده فلما بتصور. لا بس الحقيقه ان هي يعني مفيده للكبار وللصغيرين. هي فكره
انه الموضوع يفضل في اليوم يتذكر كتير. يتذكر كتير فبيعدي على اشكال مختلفه ونلعب احنا داخلين على الصيف بعد على دخله الصيف او قبل رمضان نلعب مع اولادنا اهمنا في التربيه كواليتي تايم ومنها ان احنا بنلعب بفوائد الصلاه فغصب عنه بتعدي على دماغه فايده بتعدي 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 فبيلاقي لا ارادي ان هو بيصلي وهو مش زيه زي ما بيروح التمرين حتى لو متضرر زي ما بيتغدى زي ما بيستحمى ممكن ups and downs بس بتبقى خلاص حاجة موجودة في روتين اليوم. لكن زي ما قلتي في المقدمة اللي هو احنا بنعمل نحط وقت لكل حاجة وبنفترض ان الصلاة المفروض انت تعملها لوحدك. فلا ما بيعملهاش لازم يتفرد لها وقت زيها زي كل حاجة صحيح. في اليوم صحيح. نهى زهرة بشكرك شكرا جزيلا دايما إضافاتك مميزة ومختلفة بشكرك نهى زهرة بعد الفاصل فقرة طبية مسجلة بشوفكم على خير بكرة إن شاء الله السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية جملة قلبي بيوجعني ساعات بنقولها مجازا وساعات بتبقى حقيقة القلب بيتعب من كتر الحمل والضغط عليه أكتر حاجة بتعمل حمل على القلب هو الوزن الزايد النهاردة هنتكلم إزاي نتخلص من الوزن الزايد السمنة المراحل اللي ممكن تؤدي إن الواحد حتى وهو قاعد ما بيعملش أي مجهود بينهج أو ضربات قلبه تزيد كل ده بسبب السمنة أنا بيشرفني دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة والحاصل على دبلومة التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية وعضو الجمعية الكندية للأمراض السمنة أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك يا دعاء وأهلا بكل السادة المشاهدين اللي عايزين يخسوا معنا طيب إحنا عندنا مشكلة إنه أول حاجة بتتأثر من الوزن الزايد هو القلب وضربات القلب والشرايين وكل الحاجات دي اي دهون يعني بتبقى عارفه طريقها قلب كبد يعني المناطق المهمه جدا في الجسم بتتاثر فهل في دهون مثلا لا ممكن تسيب القلب في حاله ولا كل الامراض السمنه بتؤثر على القلب بصي هي كانت مفاجاه كبيره جدا للعالم من 3 ايام لما نشرت منظمه الصحه العالميه على موقعها الرسمي وقالت ان عدد المرضى على مستوى العالم اللي عندهم ضغط بيساوي 1,100,000,000 ده على مستوى العالم الأخطر من كده إن كل 5 أشخاص عندهم الضغط في 4 مش قادرين يظبطوا معدل ضغط الدم في الجسم الأخطر من كده كمان إن 4 اللي مش قادرين يظبطوا ضغط دمهم كان السبب الرئيسي فيهم هو زيادة الوزن الناس عندها دهون وزنها زايد بشكل كبير جدا في الشك ان كل ما الواحد وزنه بيزيد بيبقى معدل اصابته بالكوليسترول اكتر وبتبقى مخاطر ان يحصل له انسداد في الاوعيه والشرايين اكتر خلينا نبسط لكل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي ايه اللي بيتم جوه جسمنا لما يبقى فيه نسبه كوليسترول عاليه تمام اول حاجه لو هنجيب خرطوم الميه العادي اللي احنا كلنا عارفينه ايوه والدهون اللي جوه جسمنا بتمشي في هذا الخرطوم والخرطوم ده هو الوريد بتاعنا احنا عارفين ان القلب عضله وطلع منه اورده وطلع منه شرايين المشكله الدهون ديت في منها بيبقى كثيف في الوزن وفي منه قليل في كثافه الوزن ويبتدي ان هو يترسب على جانب الخرطوم اللي هو بتاع الميه اللي احنا ممكن نشوفه بالعين المجرده كل ما بيترسب بيعمل طبقه فوق طبقه فوق طبقه بيوصل للمريض في ان هيحصل انسداد في الاوعيه انسداد في الشرايين فانت المثل بتاع الخرطوم ده لطيف جدا انه جدا خلاص يعني يوضح لكل المشاهدين لا يا تنفع تدرس بيولوجي للولاد في ثانوي لا قربت المثل بشكل كبير ففكره انه في ناس بقى مش عارفه تتحكم في موضوع السمنه ده بالنسبه لها ده اصعب حاجه في الدنيا بالنسبه لها دي الحاجه اللي مش عارفه تعملها طول عمرها صحيح وفي ناس بتعدي ال40 وبتعدي ال50 وكل يعني ما بتكبر كل ما الياس بيحيطها لا هو معروف ان الواحد كل ما بيكبر في السن معدل حرق الدهون في الجسم بيقل طاقته كمان في الحركه بتاعته بتقل اكلات ونظامه الغذائي بيزيد فبالتالي بتلاقي كل ما انت بتكبر 10 سنين معدل اصابتك بزياده الوزن بيبقى اكتر فتلاقي أيوة الواحد بس هل
هل معدل خسسانه لو بدأ بيقل؟ يعني ايه معدل خسسانه؟ يعني ممكن نعقده ونقول له ما انت كبرت بقى مش هتنفع تخس؟ لا لا خالص، في اي عمر ان شاء الله يكون حد عنده 70 80 سنه لو عايز تخس هتقدر تخس. عشان كده واحنا دلوقتي داخلين حتى في فصل الشتاء، الناس كلها بتدور على الحاجه السخنه اللي تاكلها طبعا. اكلات كتيره بالليل، ودي كانت شكوى الحقيقه الفتره دي كلها، يقول لك انا باجي بالليل خلاص مش قادر لازم اكل. فابتدى على مستوى العالم كله النهارده بيدوروا على ايه حاجه طبيعيه وفي نفس الوقت ابتدي ان انا اسد الشهيه. تمام. كان زمان كانوا بيدوا حاجات تشتغل على مركز في المخ علشان يسد الشهيه، الحاجات دي على مستوى العالم كلها اتمنعت. خلاص ما عادش فيه منها. وابتدى الاتجاه العالمي دلوقتي ناحيه الفايبرز، الالياف الطبيعيه. ايوه. اللي هو انا هدي لك حاجه طبيعيه 100% وفي نفس الوقت انا هسد لك النفس. طب هسد النفس عن طريق ايه؟ ان انا املى لك المعده. هلاقي معدتي كلها اتملت بالالياف الطبيعيه اللي انا باخدها، وبالتالي مش هقدر ان انا يبقى عندي مساحه ثانيه ان انا ممكن ان انا اكل. علشان كده بقوا في حتى تعبير دارج في مصر وفي الوطن العربي كله، يقول لك ان الالياف الطبيعيه دي هي بالون المعده الطبيعي. انا هعمل لك بالون المعده بدل العمليه بتاعت البالونه. هي بتتعمل 6 شهور وتتشال. لا انا هعملها لك اللي هي بالفايبرز، ان انا املى لك المعده، تبقى وظيفتي ان انا بملى المعده بتاعتك عن طريق الالياف الطبيعيه. طب خلينا نشوف شكل الالياف الطبيعيه لما بتنزل المعده، التكنيك بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ حضرتك يا ريت تشرحه لنا. طيب احنا طبعا يعني عارفين ان الالياف الطبيعيه موجوده في حاجات كثيره جدا من نباتات وفواكه. احنا دلوقتي دي حبيبات الالياف اهيت ابتدت انها تخش جوه المعده، ومع الشرب الميه بتبتدي انها تزيد في الحجم بتاعها لغايه لما بتاخد شكل او محيط المعده بتاعتنا. وبيبتدي اول ما المعده بتتملي بيبقى فيها زي حساسات زي بتاعت العربيه كده، بتبتدي تنقل اشارات للجهاز العصبي تقول له انا خلاص شبعت، فتبتدي تحس ان انت شبعت مش عايز تاكل تاني. اي زي ما احنا شايفين كده ابتدت يحصل عمليه الميتابوليزم بعد فتره للالياف الطبيعيه، انها بعد كده بتقعد من 6 لـ 8 ساعات جوه جسمنا، فبتبتدي انها تتكسر وتاخد الدهون اللي اتكسرت معاها، وتاخد كمان لو في شوائب او سموم جوه جسمنا نتيجه الاكلات الخاطئه او نتيجه ان الجسم بيكون في حاجه اسمها فري راديكال بياخدها كمان يخرجها بره الجسم. تمام. طيب في ناس تقول لك ايه؟ طيب فرقت ايه عن الرده؟ فرقت ايه عن انه انا مثلا اجيب حاجه طبيعيه يعني خميره رده؟ في وصفات بلدي كده لطيفه على الانترنت موجوده يقول لك اشرب خميره اشرب رده، فرقت ايه عنها؟ طب عشان بس الخميره لو حد بيتفرج علينا، الخميره بتتخن، عشان لو حد افتكر ان هو ممكن ياخد خميره ويخس، لا هتتخن. بالنسبه للرده، الرده حلوه مفيده بتخسس، بس مشكلتها حاجتين. اول حاجه ما بتفضلش في الجسم فتره طويله. ايوه. فبتتهضم بسرعه جدا، وبالتالي هترجع تاني تحس ان انت جعان وعايز تاكل. مع الالياف الفايبرز لا، انت هتقعد معاها من 6 ل 8 ساعات انت شبعان. ايوه. ودي اول طريقه للرشاقه. انا خلاص انا بقيت شبعان فمش عايز اكل تاني. طبعا. الحاجه المهمه قوي، هي مشكله الناس ان هم بيجوعوا في الرجيم، دي مشكلتهم المشكله الكبيره، انه لما بيعمل رجيم يقول لك نص رغيف وبيضه وبعدين ربع فرخة وسلطة ومعلقتين رز، فبيجوع عايز يقرقد مش قادر، فعايز ياكل أي حاجة في وشه. فيعني فدي بديل لفكرة الرمرمة أو فكرة إنه جعان وعايز ياكل. بص، هو رجيم معناها نظام. يعني حتى معناها لو دخلنا على جوجل ترانزيت وترجمنا الكلمة معناها نظام، فأنا بحط نظام، مش معناها إن أنا أحرم نفسي أو مش معناها إن أنا أعمل نظام قاسي لنفسي. مش معناها ان انا افضل فترات طويله او ساعات طويله قوي من غير اكل. انا كده بضر نفسي، ما بنفعش نفسي. معنى نظام ان انا هاكل كل حاجه محتاجها جسمي بس بنظام. الحاجه الثانيه، كل جسم مننا عدد كيلواته بتحتاج سعرات حراريه. ببساطه شديده جدا، كل كيلو من جسمك بيحتاج 20 سعر حراري. تمام. فمثلا لو انا عايز جسمي يكون 80 كيلو، هضرب ال 20 في ال 80، فانا محتاج على مدار يومي اخد 1600 سعر حراري. ايوه. طب لو خدت اكتر من 1600 هيعمل لي دهون. فلو اي حد بيفكر ان هو يخس ممكن يحسبها بالطريقه السهله البسيطه ديت. انا عايز اوصل لوزن 70 او 80، بضرب في 20، يبقى ده عدد السعرات الحراريه اللي انا المفروض اخدها. تمام. انا النهارده لما بنيجي نقول ليه العالم كله متجه للفايبرز او متجه للالياف الطبيعيه، اولا لانها طريقه سهله جدا. يعني طريقه الاستخدام بتاعها
يعني تكاد تكون من اسهل 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 الطرق اللي ممكن ان احنا ناخدها واحنا بنمشي في نظامنا الغذائي. كيس عباره عن باودر بحطه على نص كوبايه ميه وابتدي اقلبه فتره دقيقه او دقيقتين. اوكي نشوف طريقه عمل ال هي دي الألياف. احنا يعني فكرنا نعمل تجربه وحتى ممكن الساده المشاهدين اللي عندهم الالياف او الفايبرز اشتروها يقدروا يعملوها. كوبايتين كوبايه هتبقى على ايدينا اليمين دي اللي احنا هنجهز فيها الفايبر اللي احنا هناكله، كوبايه على ايدينا الشمال احنا حطينا في الاول طبقه زيت فوق الميه وفتحنا الكيس بتاع الفايبرز الالياف الطبيعيه زي ما احنا شايفين هي باودر وحطيناها فوق الزيت ده على ايدينا الشمال. على ايدينا اليمين شايفين الكوبايه حطينا عليها الفايبرز وابتدينا هنقلب من دقيقه لدقيقتين. تمام. احنا بعد دقيقه او دقيقتين هنلاقي ان ايدينا اليمين اللي هي الكوبايه على ايدينا اليمين ابتدت تبقى متجانسه، خدت شكل الجيل. حتى لو فكرنا ان احنا نقلب الكوبايه هنلاقي الكوبايه ما بينزلش المحتوى اللي موجود فيها وبنقدر ناكله بالمعلقه. وهنا ينفع بقى ينفع اقطع موز فيها؟ ينفع كده؟ لا ده انا هقول لك على طريقه تانية اسهل بكتير كمان من الطريقه حتى اللي الساده المشاهدين شايفينها. احنا ممكن مباشره الباودر نحطه على الميه ويعني كميه ميه صغيره ونشربه مباشره وهو لسه ساير. مش لازم يعني يبقى مش لازم يبقى موجود بالشكل المتجانس او موجود الجيل. احنا بس بنودي للساده المشاهدين لحته ان انت جوه معدتك هيحصل كده، يعني جوه معدتك الفايبرز او الالياف الطبيعيه هتبقى في شكل الجيل، ومع شرب الميه لما بتشرب لتر او 2 لتر ميه بيبتدي ان هو ياخد شكل المعده او بالون المعده الجديد زي ما احنا بنقول من خلال حاجه طبيعيه او فايبرز. طيب هنا بقى الكوبايه الثانيه اللي على الشمال. الشمال زيت، طبقه زيت وفيها الفايبرز، فانت شايفه ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بيبتدي الزيت مسك في الفايبرز وابتدي خده معاه ونزل لتحت في قاع الكوبايه. فحاجه كده ماجيك يعني سحر. النهارده الناس اللي بيتفرجوا علينا، انت النهارده الدهون اللي في جسمك هتطلع بره جسمك كمان عند تناول الالياف الطبيعيه. هتلفها الفايبرز، هتلفها وتاخدها. الناس ممكن تقول لك هناكل بطاطس مقليه بقى وبطاطس محمره وكده. مالها البطاطس؟ انا بحب البطاطس محمره ومقليه، فالفايبر هياخد الزيوت اللي فيها وينزل. فاتن. الو. الو، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي. معلش علي صوتك شويه. ايوه. حضرتك استعملتي الالياف؟ ايوه استعملتها. صوتك بعيد. حضرتك استعملتي الالياف؟ ايوه استعملتها حضرتك. كان وزنك قد ايه؟ كان 100 كيلو. 100؟ وقد ايه بتستعمليها؟ 25 يوم كده. طيب نزلتي قد ايه بقى؟ 7 كيلو. بقيت 93 يعني، لسه وزن نفس النهارده. 7 كيلو في 25 يوم؟ ايوه. كنت بتاكلي معاها ايه؟ لا الاكل والله العادي، بس اكل بسيط جدا يعني. يعني هي قللت نهمك للاكل. ايوه. انت كنت اكيله؟ ده مش قوي والله. بس هي القعده بقى اللي خلتني كده. الايه؟ القعده هي اللي خلتني كده. القعده ما بتتحركيش. طيب يعني انت ما منعتيش اي حاجه من الاكل؟ لا ما بس الاكل قل جدا يعني، بس ما بقاش لاقي نفس الاكل. الكميات قلت. بتاخدي الفايبرز دي مرتين في اليوم ولا مره؟ مرتين. لا مرتين. الساعه كام والساعه كام؟ والله الساعه 4 كده. وقبل العشاء يعني ما بتعشاش يعني، اول لما بتبقى كده بتعشاش. كذا حد يكلمني يقول لي باخدها وما بتعشاش. ده حقيقي. طيب انت مواظبه عليها 25 يوم بالظبط كده. عايزه تخسي قد ايه يا فاتن؟ والله انا نفسي اكون 70 كيلو. 70 كيلو. والله انا شايفه 25 يوم 7 كيلو. 70 كيلو ايه؟ وزن مودلز. انا شايفه ان انت خسيتي 7 كيلو في 25 يوم ده. بس انا الاسبوع الاولاني ما حسيتش بده في الميزان، بس لكن في اللبس لا، نزلت 3 كيلو بس ما حسيتش بيهم في اللبس خالص. ما حسيتيش في اللبس. 3 كيلو كانوا ميه بقى تقريبا يا دكتور؟ بيبقى ميه زياده في ال. طيب شكرا لك يا فاتن، وان شاء الله نكلمك مره ثانيه تكوني خسيتي بقى 25 كيلو كمان. طبعا 7 كيلو في 25 يوم ده ريكورد حلو جدا. ممتاز. المفروض الشهر يبقى فيه تخس كام كيلو؟ احنا دايما بنقول للشهر متوسط 6، بس طبعا يعني مع اختلاف كل واحد وحركته، مع اختلاف طبيعه شغله، وزنه، سنه.
ميل ولا في ميل، كل ده ممكن ان هو يزود معاه 6 كيلو، ممكن يوصلوا 10 و12، في ناس توصل ارقام اكتر من كده، وفي ناس توصل ارقام ممكن تكون نارو ل 5 كيلو على حسب كل واحد وحالته، بس دايما بنقول في المتوسط 6 كيلو، وده المتوسط العالمي بتاع القاس الوزن على مستوى العالم كله يعني. جميل. طيب حد ايهاب بيقول ان وزنه 120 كيلو وعنده دهون على القلب وهو مش عارف يخس ازاي لانه عمل انظمه كتير وكل مره النظام ما بيعرفش يكمل، يعني الاستمراريه عنده فيها مشكله. بصي يا شكوى دي كتيره قوي، موضوع ان انا عامل نظام وما بستمرش، انت حطيت نظام قاسي جدا ما حدش هيقدر ان هو يستمر عليه فتره طويله. في ناس بتكمل يوم اتنين تلاته، بسمع من ناس كتير يقولوا احنا عملنا النظام الفلاني نص يوم او يوم ما بيقدرش ان هو يكمل، فمعنى نظام لا ده في ناس بتعمل شهر وشهرين وترجع تاني وفي وتخس تاني في كل واحد على حسب الاراده بتاعته. فنظام يا جماعه مش نظام لفتره صغيره، مش لاسبوع ولا شهر، انا بعمل نظام فور لايف لحياتي كلها. موضوع امراض القلب موضوع خطير جدا وبيبقى امراض صامته، يعني ممكن واحد يكون عنده كوليسترول مش عارف، ما بيبانش الا لما بالتحليل، يكون مش عارف الاعراض بتاعها، بيفاجئ بعد كده بمصيبه اكبر. فطالما انت وزنك زايد اعرف ان انت في مخاطر كتيره جدا. تمام. الفايبرز هتفيدك؟ اه هتفيدك، لانها اولا طبيعيه 100% ما فيهاش اي نوع من انواع الكيميكالز نهائيا، ما فيهاش ذره كيماويات. انت بتاخد حاجه طبيعيه 100%. تمام. هتحللي مشكله ان انا دايما حاسس ان انا جعان، هتشبع. بتحللي مشكله ان انا في دهون ثلاثيه موجوده كتير في الدوره الدمويه، اه هتحللك، لانها بيحصل بين الفايبرز وبين الدهون اتحاد. بيتحدوا مع بعض وبتخرجها لك بره الجسم. تمام. فانت واخد كل الاستفاده اللي ممكن اي واحد عنده زياده في الوزن بيبقى محتاجها. تمام. معايا اتصال من وليد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا استاذ وليد، ازاي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ انت كنت عايز تخس قد ايه بقى؟ انا كنت عاوز انزل اصلا 30 كيلو. عايز تنزل 30 كيلو، وزنك كام؟ كان 100 ونزلت 15. نزلت 15 في قد ايه؟ في شهر. معقوله؟ مع الاعشاب. لا وفي في في على فكره ما شاء الله. يعني انت جاي بتاخد الالياف دي بقالك شهر بس؟ اخدت شهر ونزلت فيها 15 مع الدايت طبعا. بس هي ساعدتك على انك ما تستمر يعني الشهر ده؟ بص الميزه فيها ان هي ساعدتني في ان انا ما بحسش بجوع. زي دايت يعني، كان ممكن اي دايت بحس بهبوط، بحس ب يعني نفسيا ما بقاش كويس. لا ده كنت طبيعي جدا. طب كويس قوي. طبيعي جدا، وكان عامل ان انا شبعان، مش حاسس ان انا جعان. ده كويس جدا. انت خدتها مرتين في اليوم؟ مرتين. بعد كان ساعتها كان شهر رمضان. كنت باخد بعد ساعه الفطار وساعه السحور. طب وانت من شهر رمضان لغايه دلوقتي عملت ايه؟ انا من شهر رمضان انا نزلت ما نزلت 15 في شهر رمضان، جيت بعد كده يعني وقفت الاعشاب وبقيت، فلقيت نفسي بعدها لغايه دلوقتي في الفتره دي كلها رديت يمكن 5 كيلو، وحاليا دلوقتي هبدا فيهم تاني من يعني هبدا تاني وعشان برضه عاوز انزل 15. طيب جميل، ان شاء الله تنزلهم. شكرا ليك يا استاذ وليد. وده يخليني اسالك بقى، انك لما بتبطل الالياف هل بترجع وزنك ولا ايه اللي بيحصل؟ احنا طبعا اي حد في الدنيا كلها زي ما احنا قلنا انا باخد سعرات حراريه، فانا بطلت الفايبرز الالياف وخسيت خلاص الحمد لله. لو رجعت العادات الغذائيه القديمه وابتديت اكل اكلات دسمه، ابتديت ان انا اكل اكلات فيها سعرات حراريه عاليه، بالطبيعي ان انا وزني كمان هيزيد. اصل انا ما بدكش الفايبرز عشان تخس واقول لك انت معاك ضمان او انشورنس ان انت مش هتخن تاني. تمام. ده ما بيحصلش في الدنيا كلها اطلاقا. لو رجعت العادات الغذائيه القديمه هرجع مره تانيه وزني هيزيد. طيب جهاد بتقول انا لسه والده من 6 شهور، وزني زاد جدا بعد الحمل والولاده، هل ممكن اخد الالياف دلوقتي وانا برضع ولا هتبقى غلط على لبن البيبي؟ طيب احنا في الحاله ديت يعني الدكتور المتابع لحالتها بيبتدي يشوف الفايده ايه من انقاص الوزن. لو هي فعلا لازم تنزل وزنها تقدر تاخدي الفايبرز، هو منتج طبيعي 100% مفيش اي ضرر،
وفي نفس الوقت مش هيخش كمان على كميه اللبن اللي رايحه للبيبي. بلس على كده الفايبرز هي نباتات وفاكهه، ففيها كل الفيتامينز والمعادن اللي يحتاجها جسمك وممكن كمان يحتاجها البيبي. تهاني بتحط زيت زيتون دايما في الاكل، بتسال لو خدت الالياف هل الالياف هتمتص زيت الزيتون كله من الاكل والجسم مش هيستفيد منه؟ هي سابت كل الاكل ومسكت في زيت الزيتون، هو ده اللي عامل لها. انا عايز اقول لك في ناس الشوام بيحطوا كميه زيت زيتون على بياكلوه بالخبز بالعيش يعني، الحمص والزعتر وكده، زيت الزيتون ده بيدلقوه كده زي الميه يعني. صحيح. هو طبعا انت خدتي الفايبرز، فالفايبر ملز معدتك، فطبيعي المعده مش هيبقى فيها مجال ان انت تاكلي تاني. واذا كنت انت اكله قبل الفايبرز كده كده الاكل بيقعدوا يعني معدل الهضم بتاعه من ساعتين لثلاث ساعات ماكسيموم، بيبقى الاكل كله اللي موجود في جسمك اتهضم. تمام. لو المعده فيها زيوت، لو المعده فيها زيوت ايا كان الزيت، مش زيت زيتون بس، الفايبرز هتتحد معاه وهتمسك فيه تكلبشه وتخرجه بره الجسم. فوات ايفر كان الزيت يعني اللي انت موجوده في الاكل بتاعك. جميل. دكتور خالد عبد العزيز انا بشكر حضرتك وجودك معايا. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه، منورني يا دكتور دايما. شكرا ليك. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم. هذا البرنامج برعاية بس الفايبرز هتتحد معاه وهتمسك فيه تكلبشه وتخرجه بره الجسم. فوات ايفر كان الزيت يعني اللي انت موجوده في الاكل بتاعك. جميل. دكتور خالد عبد العزيز انا بشكر حضرتك وجودك معايا. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه، منورني يا دكتور دايما. شكرا ليكي. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم. هذا البرنامج برعاية